السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. نشكرك ولا نكفرك، نستغفرك من ذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وابعد عنا هذه الجائحة، واشفي مرضانا وارحم موتانا. السلام عليكم ورحمة الله. إذن أنا الآن في منطقة جبلية في أعالي بني خطاب، في منطقة أيذال. أيذال، وش رأيكم في كلمة أيذال يا جماعة؟ أبحث أيذال. إذن الآن نشوف لكم أكبر منطقة صناعية في الجزائر. هنا مصنع بربارة للحديد والصلب في المينية. تشوفوا فيه، هذا مصنع الحديد والصلب. نقصوا شوية في الزوم. شوفوا الميلية وسي أيضا، راهي فوق الميلية. هنا غابات على طول مد البصر وهي غابات. لو تشوفوا الخرفان، الله يباركها عن الخرفان، ها الخرفان والماعز. جو ربيعي ممتاز.